أحسن الله إليكم. يقول: شخص سافر إلى بلد ما بغرض العمل، وبعد عدة أيام جاء عليه شهر رمضان، فهل عليه صيام؟ وهل تجب عليه صلاة الجمعة في جماعة؟ وهل عليه قصر الصلوات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المسافر من العمال وغيرهم إذا نوى إقامة في أثناء سفره تزيد على 4 أيام فإنه يأخذ أحكام المقيمين، فيتم الصلاة ويصوم رمضان ويصلي الجمعة مع المسلمين، لأن أحكام السفر انقطعت في حقه وأصبح مقيما في ذلك البلد الذي يعمل فيه أو الذي يقيم فيه. نعم.